اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ محذراً للناس من الدخول العميق والإشغاف بما عليه أهل الدنيا مما يكون في إنستغرام أو في فيسبوك أو في تويتر أو ما شابه ذلك مما يتكاثر به الناس من الأمتعة، من متع الدنيا، من ملاذها. ماذا شرى فلان؟ ماذا فعل فلان؟ أين سافر فلان؟ أين ذهب فلان؟ حتى لم ينظر الناس إلى أقربائهم، وإنما نظروا إلى أثر الأثرياء لأنهم يتابعونهم. ما الذي بعدها؟ اقرأ كلام الله فتسعد ويسعد قلبك. لما حذر من ترك القرآن والذي بتركه تقسو القلوب، ما الذي ذكر بعد ذلك؟ قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب، مثل ما يفعل معظم وللأسف أو كثير من شبابنا من أبنائنا بهذه الألعاب التي وجدت وتنوعت وتكاثرت ويقضون فيها الأوقات الطويلة. هذا لعب، لعب. اعلموا أنما الحياة الدنيا، في نفس السورة وبعد هذه الآيات، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. يقول ابن القيم رحمه الله: اللعب يكون بالجوارح، أما اللهو يكون في القلب. إذا لها قلبك بما تراه في وسائل التواصل مع الإعراض عن كتاب الله عز وجل يحصل لك الشقاء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر، عندي كذا وعندي كذا، أصور كذا، أري الناس كذا، وتكاثر في الأموال والأولاد. ماذا لدى فلان من الأرصدة؟ ماذا لديه من متع الدنيا؟ كمثل غيث، مثل مطر أنزل، مثل مطر أنزله الله فاخضرت الأرض كما نرى. إذا قدر الله عز وجل زمن الربيع، ما الذي بعدها؟ ماذا تصبح الأرض؟ هذه الدنيا بمثابة الغيث الذي ينزل على الأرض ثم تيبس، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا الزراع، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، النتيجة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ما الذي بعدها؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الذي بعدها؟ سابقوا، ليست المسابقة في هذه الدنيا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.